هذه وقفة للشعب المغربي من عشرات الوقفات اللي كتقوم في هذه اللحظة بالعديد من المدن المغربية، وهي وقفة تجسد الموقف المغربي، الموقف الشعبي المغربي الثابت المساند للشعب الفلسطيني، المساند للمقاومة الفلسطينية، المندد بما يقترفه العدو الإسرائيلي من جرائم إرهابية حقيقية وسياسة إبادة حقيقية تجسدت في أبشع صورها ليلة البارحة بقصف المستشفى واستشهاد أكثر من 500 شهيد وشهيدة. العدوان الإسرائيلي ليس جديدا على غزة، لكي نربطه بأحداث أخيرة وقعت أخيرة. الإرهاب الإسرائيلي والصهيوني متأصل في الكيان الإسرائيلي، وعشنا العديد من المحطات والمراحل اللي عبر فيها الكيان العنصري الإرهابي عن سياسته الإرهابية وعن سياسته الإبادة الجماعية اللي تجسدت في العديد من المرات. هذه وقفة نقول من خلالها أننا مع الشعب الفلسطيني، أننا مع المقاومة الفلسطينية، أننا ضد القوى الظلامية الحقيقية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا. هذه القوى المناصرة للظلم، المناصرة للعدوان. بالتالي لا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نعزي شهدائنا في فلسطين المجاهدة والمناضلة، وندعو المقاومة الفلسطينية بالنصر، ونؤكد ونقول للشعب الفلسطيني، الشعب المغربي إلى جانبكم، وبعد المساحة الجغرافية لن تنفع ولا تفيد في أن يتوالى الشعب المغربي لحظة واحدة في تجسيد تضامنه مع الشعب الفلسطيني. لا تنسوا تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.